بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ويانا أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامجكم وساعتكم، طبعا ساعة مرح، ساعة مثل ما عودناكم راح تكون مليئة بالمتعة والفائدة وأكيد مليئة بالمرح وكل الفرح، طبعا من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا في برنامج ساعة مرح. كل اللي عليكم انكم ترفعون الجوال او ترفعون التليفون وتتصلون على الرقم 44333444. ننتظر مشاركاتكم وننتظر اتصالاتكم، وطبعا مثل ما عودناكم اسئلتنا سهله سهله سهله، وكل اللي يتصل راح يفوز معانا اكيد، لان هذا البرنامج لكم وراح نكون وياكم اكيد دائما انا وحصة معاكم. حصة أصدقائنا ناطرينك، يلا سلمي عليهم. لحظة، شنو هاي يا حصة؟ وين صوتك؟ تكلمي مع أصدقائنا، سلمي عليهم. بعد زين، لحظة، أنا يمكن ما أدري إيش السالفة، يعني أنا كنت ما شفتك اليوم كله، اليوم جاي أشوفك بس ما في ما في ما في صوت، يعني في شيء يعورك مثلا، بلاعيمك تعورك، فيك كحة، تعبانة. ها ايش فيك يا حصة؟ زين لحظة، لا خلينا ننتبه شوي وتقولي لي ايش السالفة، ليش ما في صوت اليوم؟ وين راح صوتك يا حصة؟ قولي لي ايش السالفة. بعد زين، انت قبل شوي ما كنتي تسولفين، الحين تسولفين بس صوت مو مسموع، حاولي تعلين صوتك شوي وقولي لي، يعني انا احس ان في شيء مضايقك اليوم، شو اللي مضايقك يا حصه؟ قولي لي يلا. حسنا يا عبد الله. نعم. اليوم كنت العب مع اصدقائي عبر الانترنت. حلو. واخبروني بان صوتي مزعج. اوف. واني لا اجيد اللعب، وقرروا جميعا عدم اللعب معي. كلهم قرروا انه يلعبون معاك؟ لان ايش قالوا؟ صوتك مزعج؟ لا، بس كنت اتكلم بشكل طبيعي. يعني انت ما كنتي تصرخين؟ اكيد يا حصه. انا اشوف ان صوتك حلو يا حصه. نعم، وصوتك جميل وحلو ومو مزعج يا حصه. عبد الله شكرا لك. عفوا، لان هذا صوتك يا حصه. انت شلون تقدرين تغيرين صوتك؟ تقدرين؟ استطيع. ما يصير، هذا صوتك وصوتك جميل وانا احب صوتك يا حصه. شكرا يا عبدالله. وكل اصدقائنا اللي يتصلون يحبون صوتك بعد يا حصه. بس اصدقائك اللي كنتي تلعبين معاهم وكلهم اتفقوا عليك ان صوتك مو حلو وقالوا ما راح يكلمونك، يعني مره ثانيه؟ اللي قالوا ما راح يكلمونك هذا نوع من انواع التنمر اصدقائنا. ما يصير احنا نزعل اصدقائنا، ما يصير احنا مجموعه نتفق على شخص واحد ونقول ما راح نتكلم مع هذا الشخص لانه صوته مزعج، لانه شكله مو حلو، لانه ما يمكن وجهه في شيء. ما يصير، هذه خلقه رب العالمين، احنا لازم نتقبل هذا الشيء ولازم نلعب مع اصدقائنا ولازم نمزح مع اصدقائنا، بس ما يصير نتفق على شخص واحد ونتنمر عليه، لان هذه مثل ما قلنا خلقه رب العالمين. وحصه انا اقول لك ان صوتك جدا 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 جميل. يا سلام يا عبد الله. وصوتك حلو يا حصه، وانا احب صوتك وكل اصدقائنا يحبون صوتك يا حصه. شكرا يا عبد الله، شكرا. والاصدقاء اللي يقولون هذا الكلام ويزعلونك ما يصير. اذا حسيتوا ان مثلا صوتي انا مزعج او صوت حصه مزعج تنصحونه، بس تنصحون الشخص على انفراد، لان النصيحه قدام الناس تعتبر فضيحه. فاذا عندك شيء تبي تقوله حق شخص زعلان من شخص، تقعد بينك وبينه وتقول له، صح ولا لا يا حصه؟ صحيح 100%. وما يصير نعلق على أي شيء نشوفه قدامنا، لا، لازم نعرف شنو ظروف الشخص اللي قدامنا بعدين ممكن نحكم عليه. احنا ما نعرف شنو ظروف حصة أو شنو ظروفي أو شنو ظروف الناس الثانيين، فالكلام دائما 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 يكون بعد ما نعرف الشخص اللي قدامنا شنو ظروفه، لأن أحيانا في أشخاص يمرون بأشياء احنا ما نعرف عنها يا حصة. صح؟ صحيح صحيح يا عبد الله صحيح. فلذلك أنا اليوم لازم أسمع ترحيبك بأصدقائنا، وأصدقائنا ناطرين ترحيب حصة المعتاد وصوت حصة الحلو. يلا يا حصة سمعيهم. حسنا يا عبد الله، شكرا لك على هذا الكلام الرائع. عفوا. أهلا و
وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من ساعة مرح. يا سلام. وكمان ما تنسوا الفقرة المفضلة للري وهي نادي ساعة مرح التي نتلقى بها صوركم مواهبكم وأهم شيء فيديوهاتكم على رقم 55958585. يا سلام يا حصة. نبي إرسال فيديوهاتكم اليوم، وحتى لو تقولون في الفيديو إن صوت حصة حلو، بس ترسلون فيديوهات ونشوف الأشياء اللي تسوونها في البيت، سواء طبخ، سواء رياضة، سواء رسم، كل شيء احنا ننتظره في ساعتكم ساعة مرح حصة. تسمعين هذا الصوت؟ نعم. شنو يعني؟ يعني اتصال، يعني أول اتصال معانا. وأنا أبي حصة تأخذ الاتصال لأن صوتها حلو. يلا حصة تفضلي، عندك الاتصال. ألو؟ ألو؟ أهلا أهلا، مين معي؟ معك شيخ راشد السليطي. لم أسمعك، أرجو أن تسمعيني من الهاتف وليس من التلفاز. اهلا يا شيخه، كيف حالك؟ شيخه اسمعينا من التليفون مو من التلفزيون عشان تردين علينا اسرع، زين يا شيخه؟ اوكي. يلا يلا حصه عندك. اهلا اهلا يا شيخه. شيخه كم عمرك؟ عمري 9. اهلا، 9 سنوات، وماذا تريدين ان تصبحي عندما تكبري؟ دكتوره. دكتوره ماذا؟ دكتورة أسنان. ما شاء يا الله. ما شاء الله. أسنان. رائع. زين شيخة، إيش رأيك في صوت حصة؟ تحبين صوت حصة ولا ما تحبينه؟ يا حبة. تحبين حصة صح؟ إيه. زين إذا مثلاً شفتي شخص قدامك صوته مبحلو أو صوته مزعج، تروحين وتقولين له قدام الناس كلهم ولا تقعدين بينك وبينه وتنصحينه؟ أقعد بيني وبينه. حلو، لأن هذه النصيحة. بس بعد ما ينفع إن إحنا نعلق على صوات الناس أو على أشكال الناس، صح يا شيخة؟ صح. يا سلام، شنو لازم نسوي إذا شفنا مثلا شخص صوته مزعج؟ ننصحه صح؟ ننصحه بس ما نعلق وايد عليه. انزين يا شيخة، انت تبي تصيرين دكتورة اسنان، يعني تعالجين اسناني بعدين واسنان حصة صح؟ صح. انزين شيخة، ها عندك شيء تبين تسمعيننا يا اليوم؟ انت اول اتصال لازم تسمعيننا شيء حلو. ها يا شيخة، عندك مثلا اغنية عن قطار، نشيدة تعلمتيها في المدرسة، سمعيننا اي شيء عندك. ها شيخة يلا. بسمع قرآن. يلا قرآن تفضلي يا شيخة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا شيخة. يلا شيخة شكلها جاهزة للسؤال. أنت جاهزة حصة؟ أكيد. أنت جاهزة وأنا جاهز وشيخة جاهزة معنا؟ إيه. شيخة اسمعينا من التليفون أحسن مو من التلفزيون. يلا شيخة سؤالك يقول: موجود في بنانا مرتان وفي حلول مرة واحدة، شنو هالشيء؟ هل هو حرف اللام ولا حرف الألف ولا حرف الباء؟ ها يلا ساعديها حصة، ساعديها. يلا هيا يا شيخة، حرف اللام، حرف الألف، حرف الباء. حرف اللام، حرف الألف، حرف الألف. حرف الألف. كان باقي لك يمكن ثانية واحدة بس زين جاوبتي يا شيخة وإجابتك طبعا طبعا طبعا. شنو يا حصة؟ إجابتك صحيحة. يا سلام، أحسنتي. يعطيك العافية. شيخة معانا ولا راحت؟ شيخة معاكم. زين شيخة، تعرفين شنو بنانا وشنو حلول ولا ما تعرفين؟
نعم عارف. شنو يعتبرون بنانا وحالول؟ جزيرة. صح، جزر موجودة في دولتنا الحبيبة قطر، جزيرة حالول وجزيرة بنانا. يعطيك العافية يا شيخة، شكرا لك يا شيخة، واكيد دائما احنا حصة نستقبل اتصالات اصدقائنا ونشوف مشاركاتهم ويانا، لان ساعة ما راح هي ساعة لكم كلكم. اتصال يا حصة. اتصال عندي الاتصال، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ بدر. بدر، كم عمرك يا بدر؟ 7. العمر كله ان شاء الله. ها، شنو حاب تصير يوم تكبر؟ شرطي. حلو الشرطي. زين بدر، ايش رايك انت تتابعنا وتتابع برنامج ساعة ما راح كل يوم؟ ايه. حلو يا بدر، ايش رايك بصوت حصة؟ تحب صوت حصة ولا لا؟ وايد. يا سلام يا بدر، شكرا. عفوا. شفتي حصة، اصدقائنا يحبونك. ما عليك من الناس اللي يقولون صوتك مزعج. زين بدر، يصير احنا نعلق على اصوات الناس ونعلق على اشكال الناس ولا ما يصير؟ ما يصير صح، لان هذا شنو يعتبر؟ يوم نتفق على شخص واحد ونعلق عليه ونزعله منه، شنو يعتبر هذا؟ تنمر. صح، لازم احنا ما نكون متنمرين وما نتنمر على حد يا بدر. اذا بدر عندك شيء تبي تسمعنا اياه؟ لا ما عندي شيء. ولا شيء ما يصير يا بدر، تبي تصير شرطي لازم يكون عندك شيء تسمعنا اياه. وعشان بس أبي أشارك معاكم. ها؟ بس أبي أشارك معاكم. أي أكيد لازم تشارك معنا، بس أنا أحس، أنا وحصة صح، حصة نحس إنه صوت بدر حلو صح؟ أحس إنه صوتك حلو. هيا يا بدر، يلا أسمعنا بدر شي. يلا. أوكي، عندي أنشودة. يلا هيا. قول هذا اللي نبيه، يلا قول يا بدر. حيو فريقي اللي حضر بسمة ولونا من قطر. يا سلام عليك يا بدر. اي شوف خلاص قول، اي حد يتصل معنا لازم يقول اللي عنده، واحنا اكيد راح نساعده. يعطيك العافيه بدر. اي نادي تشجع؟ الله يعافيك. اي نادي تشجع يا بدر؟ ها، الغرافه. حلو يا بدر، يعطيك العافيه، وان شاء الله الغرافه السنة الجاية ياخذ بطولة. هالسنة خلاص ما له فرصة، السنة الجاية ان شاء الله ياخذ بطولة نادي الغرابة. يلا بدر، جاهز للسؤال؟ ايه جاهز. يلا يا بدر، سؤالك يقول ما اسم انثى الجمل؟ هل هي مهر ولا ناقة ولا نعجة؟ سهل 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 سهل. حصة يلا حصة سعدي. هيا يا بدر. مهر. ناقة. نعجة. مهر. لا بدر انتبه، مهر ناقة يا بدر. زين ركزت وغيرت الإجابة، ناقة إجابة. شنو يا حصة؟ إجابتك صحيحة. إجابة صحيحة، يعطيك العافية يا بدر، شكرا لك. ودائما معلوماتنا تكون سهلة وبسيطة، ومعلوماتنا يعني تعلق في المخ وفي الراس، على اساس ان الناس يعرفونها ويستفيدون منها اكثر، واحنا بعد نستفيد من كل اصدقائنا اللي يتصلون علينا. يلا حصه عندك. لا 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 لا، الاتصال عندك يا عبد الله. انا ساذهب لشرب الماء واعود بسرعه. يلا يا حصه روحي شربي ماء وعدلي صوتك الحلو، وانا باخذ الاتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ دانا. كم عمرك؟ 7 سنوات. العمر كله ان شاء الله يا دانا. ها دانا، شنو حابة تصيرين يوم تكبرين؟ دكتورة اسنان. ما شاء الله دكتورة اسنان. زين ايش رايك في اسناني، حلوة ولا لا؟ ها حلوة. اكيد ما يبي لها شيء، بس خلاص يوم تكبرين تصيرين دكتورة، انا اجي اتعالج عندك ان شاء الله. اوكي اوكي. زين يا دانا، عندك شيء تبي تسمعينا اياه؟ قرآن. يلا تفضلي يا دانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس يوم الفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه
فهو في عيشة راضية ومع من وأما من خفت وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا دانا على هذه القراءة الحلوة وهذا الصوت الحلو، وإن شاء الله تكبرين وتختمين القرآن عشان تلبسين أم وتشوفوه التاج الوقار يوم القيامة. إن شاء الله يا دانا تحفظين القرآن، قولي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. زين دانا ما سألناك، حصة كانت راحت تشرب ماي بس الحين رجعت، إيش رأيك في صوت حصة؟ تحبينه؟ هيا أخبريني. وايد 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 ولا شوي؟ وايد. شلون؟ أنا أحبك وايد وايد وايد. زين دانا إذا شفنا حد مثلا صوته مزعج أو حد شكله يعني ممكن ما يعجبنا، شنو نقول؟ نتنمر عليه ولا ما يصير نتنمر على حد؟ ما نتنمر على حد. شنو نسوي لازم؟ لازم ما نعلق على حد، صح؟ حلو يا دانا. يلا دانا جاهزة للسؤال؟ ايه. يلا سؤالك يا دانا سهل جدا، يقول ما هي أشهر حديقة في كورنيش الدوحة؟ شنو أشهر حديقة في كورنيش الدوحة؟ البدع ولا سباير ولا الريان؟ سباير. لا 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 لا, 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 لا يا دانا انتبهي، البدع سباير الريان البدع. البدع وإجابتك يا دانا حصة تقول لك صحيحة. إجابتك صحيحة يا دانا. رحتي حديقة البدع يا دانا؟ لا. إن شاء الله بعد ما تنتهي هذه الأزمة كلنا نقدر نروح ونستانس ونفرح في هذه الحدائق الموجودة، حديقة البدع، حديقة الريان وسباير، كل الأماكن حلوة ومخصصة طبعاً أكيد للعوائل والكل يقدر يروح يستمتع فيها، صح ولا لا يا حصة؟ أكيد أكيد يا عبدالله. دائماً إحنا نروح الأماكن الحلوة الموجودة على أرض دولتنا الحبيبة قطر، ولكن ننتظر تنتهي هذه الأزمة إن شاء الله، وقاعدين نلاحظ يا حصة إن الأرقام بدأت تنزل، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. يعني هذا يدل على أن في التزام وفي حرص من كل الموجودين على أرض دولتنا الحبيبة قطر، وخصوصا أن الأطفال قاعدين في البيت ويستانسون في البيت ويستمتعون وهم قاعدين في البيت. وبعد شو يسوون يا حصة؟ أخبرني. يرسلون لنا صورهم، يرسلون لنا فيديوهاتهم، ينضمون ويانا لنادي ساعة مرح. وأكيد نذكركم بالرقم 55، كم رقم؟ 55958585. ترسلون صوركم وفيديوهاتكم ونبي نشوف فيديوهات حلوة مثل ما شفنا في حلقتنا اللي طافت، وأكيد إحنا مثل ما قلنا لكم موجودين معاكم دائما كل سبت واثنين من الساعة 5 لين الساعة 6. يلا يا حصة عندك اتصال. يلا عندك يا حصة. ألو. هلا. أهلا مين معي؟ ألو. أهلا أهلا عائشة. عائشة؟ ايه. اهلا عائشة، سأطلب منك طلب، أرجو أن تسمعيني من الهاتف وليس من التلفاز. اوكي. شكرا. طيب. عائشة كم عمرك؟ 6 سنوات. 6 سنوات، وماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ دكتورة أطفال. مثلي أنا. رائع. ما رأيك بصوتي؟ هاي عاشر. هلو. تحبين صوت حصة؟ أنا أحبك يا حصة. يا سلام. وأنا أحبك أيضاً. اليوم الحلقة كلها عنك يا حصة، كل الأصدقاء يحبونك، شفتي شلون؟ فلازم ما نسمع كلام الناس اللي ممكن يزعجونا ويتنمرون علينا. إذا شفنا حد صوته مزعج يا عاشة شنو نسوي؟ نروح نقول له ونزعله ولا ما يصير؟ ما يصير. ما يصير صح؟ كلنا تشي نروح نتفق على شخص واحد، هذا شنو يعتبر؟ شنو نسميه هذا؟ تنمر. تنمر. تنمر صح؟
إيه. يا سلام عليك يا عاشة. زين عاشة، أنا وحصة نبي نسمع منك شيء حلو اليوم، لأن أحس أن صوتك حلو يا عاشة. يلا، شنو عندك تسمعيننا إياه؟ قرآن. يلا يا عاشة تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي غدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وإن يسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيه ولا يحيى. جزاك الله خير، يعطيك العافية. صدق الله العظيم يا عاشة، ما شاء الله عليك حافظة سورة الأعلى. لين وين حافظة يا عاشة؟ كثير. ها، شنو آخر سورة حفظتها؟ قولي لي كم جزء؟ الطارق. الطارق، حلو، حفظة نص جزء. إن شاء الله بعد تختمين القرآن يا عاشة، قولي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. زين عاشة، جاهزة للسؤال؟ جاهزة. يلا يا عاشة، سؤالك يقول: متى يقام اليوم الرياضي في قطر؟ الثلاثاء الثاني من يناير، ولا الثلاثاء الثاني من فبراير، ولا الثلاثاء الثالث من فبراير؟ يا عائشة. ها. الثلاثاء الثاني من يناير. الثلاثاء. الثلاثاء الثاني من فبراير. الثلاثاء الثالث من فبراير. أي إجابة؟ الإجابة. أوكي، قالت الثلاثاء الثاني من فبراير. إجابتك متأكدة يا عائشة؟ متأكدة. خلاص نثبت. ها؟ ايه. اوكي، لازم تكوني واثقة من اجابتك، ما تغيرين اجابتك يا عاشة. شنو يا حصة؟ اجابتك صحيحة. احسنتي. يا سلام، يعطيك العافية يا عاشة، وان شاء الله تكبرين وتحفظين القرآن وتصيرين دكتورة اطفال بعد. سمعتي صوتها شلون حلو؟ رائع. تقرا قراءة جميلة جدا. الله يحفظك يا عاشة. احنا متواصلين وياكم اصدقائنا، بس نطلع هذا الفاصل ونرجع نواصل. حياكم الله ويانا أصدقائنا، وما زلنا مستمرين معاكم في ساعتنا أنا وحصة ساعة مرح، صح ولا لا يا حصة؟ صحيح يا عبد الله. دائما نتواصل معاكم، ودائما نذكركم إن النصيحة دائما تكون بينك وبين الشخص، ما يصير تروح تنصحه قدام الناس وتقول له شنو فيه، لأن هذه تعتبر فضيحة، فتاخذ الشخص وتنصحه ونقول له، وعلى اساس انه بعد ما تحرجه قدام الناس، ما يصير انت تروح وتقول حق الشخص ان قاعد تحرجه، فهو يمكن يزعل، يمكن يتاثر بهذا الشيء، بس يوم تاخذه بروحك وتقول له لازم تعدل الشيء الفلاني فيك، لازم تسوي الشيء الفلاني، فهو راح يتقبل النصيحه، صح ولا لا يا حصه؟ صحيح صحيح يا عبد الله. واكيد بعد اذا شفنا شيء في شخص ما يصير نتنمر عليه، ما يصير احنا اثنين ثلاثة خمس اشخاص نتفق على شخص واحد ونروح نتنمر عليه، هذا الشيء يمكن يأثر عليه، مو بالحين بس، يمكن يأثر عليه طول حياته. ولازم بعد يا حصة، هاي نقطة مهمة، لازم احنا كأشخاص نكون واثقين من نفسنا، ما يصير أي حد يقول لنا شيء يأثر علينا على طول. دام أنت واثق من نفسك، ودام أنت تحب الشيء اللي فيك ومتأكد أن الشيء اللي فيك صح، تكون واثق وما يهمونك الناس وما يهمك أي حد، صح ولا يا حصة؟ صحيح يا عبد الله. فلازم ما نتأثر، صح؟ ولازم يكون صوتنا حلو نفس صوت حصة. دائما صوتنا حلو ونكون واثقين من نفسنا. واحنا وياكم اصدقائنا في ساعتنا ساعة مرح، كل حلقة نعرض لكم شيء، نعرض لكم فكرة تسوونها وسهلة وتقدرون تطبقونها في البيت. خلونا نشوف فكرتنا في هذا الاسبوع وفي هذه الحلقة ونرجع نواصل بعدها.
طبعاً نشكر يانا على هذا الشيء الجميل اللي سوته. وشفتي حصة بعد ما انتهت من التزيين وبعد ما انتهت منه حطته في الحديقة وكان شكله جداً مميز. شفتي؟ صحيح. يعني صحيح. أي حد يدخل البيت راح يشوف هذا الشيء. وهذه فكرة بسيطة كلكم تقدرون تسوونها في البيت وسهلة، ولازم تسوونها وترسلون لنا صور وفيديوهات على الشيء الجميل اللي سويتوه ونشوفه ونعرضه ويانا في نادي ساعة مرح، وكلكم راح تنضمون ويانا للنادي. حصة يلا عندك الاتصال. يلا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا، مين معي؟ بدرية أحمد السهل. أهلا يا بدرية. بدرية كم عمرك؟ 11 سنة. وماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ معلمة. معلمة، معلمة ماذا؟ عربي. يا سلام. بدرية ما رأيك بصوتي؟ جميل جدا. مثلك تماما. انزين بدرية، يصير نعلق على صوت حد او شكل حد او لبس حد اذا شفناه؟ لا. ليش لا؟ ما يصير نتنمر على حد. ما يصير نتنمر على حد وما يصير نعلق على حد، صح ولا لا؟ حتى في المدرسة، في المكان، اي مكان نشوف حد ما يصير نتنمر عليه، صح ولا لا يا بدرية؟ صح. معلمة اللغة العربية بدرية، عندك شيء تبي تسمعينا اياه انا وحصة؟ حصة اليوم إيه؟ شوي كانت زعلانة في البداية، فلازم نسمعها اشياء على اساس انها تستانس وتسولف معاك. يلا شنو عندك؟ قرآن. يلا تفضلي يا بدرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا بدرية، ما شاء الله تلاوتك حلوة وصوتك جميل. يلا بدرية جاهزة للسؤال؟ ايه. سؤالك السهل يا بدرية يقول: عملة قطرية رسم على ظهرها مركب صيد وكثبان رملية، شنو هي هذه العملة؟ ريال واحد ولا 5 ريال ولا 10 ريال؟ عملة مكتوب مرسوم ورا ظهرها مركب صيد وكثبان رملية، شنو هي؟ آه يا بدرية، ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات. 10 ريالات. 10 ريالات. الحين بعد ما نخلص روحي تشوفي العشرة، تشوفي شنو مرسوم وراها وتأكدي ان اجابتك يا بدرية اجابة صحيحة. اجابة صحيحة يا بدرية، يعطيك العافية، احسنتي يا بدرية، اجابتك كانت صحيحة، مرسوم على ظهر ال10 ريالات مركب صيد وكثبان رملية، في كل عملة مرسوم شيء معين، لازم تشوفون وتعرفون ليش رسمين هذه الأشياء في هذه العملات، صح ولا يا حصة؟ صحيح صحيح يا عبد الله. وأكيد دائما نتواصل وياكم، ودائما تتواصلون معنا، ودائما نذكركم أن لازم تتصلون علينا مثل هذا الاتصال، ونقول ألو السلام عليكم. ألو. ألو، منو معاي؟ تماضر. تماضر، كم عمرك؟ 9. 9 العمر كله إن شاء الله. ها تماضر، شنو حابة تصيرين يوم تكبرين إن شاء الله؟ خياطة. خياطة، حلو. مهنة جميلة. خلاص تخيطين الحين ولا ما تخيطين؟ تحبين الخياطة؟ يعني خلاص لازم من الحين تتمرسين ولازم تتدربين على هذا الشيء وتخيطين حق حصة فستان. زين؟ أرجوكي. تخيطين لها فستان حلو عشان تلبسه في برنامجنا ساعة مرح. حصة تنتظرين صح انها تخيط لك؟ اكيد اكيد عبد الله. ايه زين تماضر، ايش رايك في صوت حصة؟ حلو؟ ايه حلو. يعني مو صوتها مو بمزعج؟ ما تصارخ هي عادي؟ لا صوتها حلو. يا سلام يا سلام. حصة؟ نعم نعم نعم. زين تماضر، اذا شفنا حد صوته مزعج او شفنا حد شنو نسوي اذا شفنا حد صوته مزعج؟ نروح نقول له ونزعجه ونزعله ونتنمر عليه ولا لا؟ لا. ليش؟
عشان ما نجرحها صح وما نزعله. ايه يا سلام عليك يا تماضر، لازم ما نزعل حد، ومثل ما قلنا اذا عندنا شيء ناخذه ونقول له بيني وبينه اقول له الشيء اللي ابيه على اساس انه ما اجرحه وما احرجه قدام الناس بعد يا تماضر. زين تماضر، انا وحصه اليوم جاهزين ونبي نسمع، صح ولا لا يا حصه؟ شنو نبي نسمع يا حصه؟ اي شيء يا تماضر. هات هل لديك أنشودة من المدرسة مثلا؟ عندي قرآن. يلا تماضر سمعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جزاك الله خير. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك، يعني شفتي الصورة؟ قاعد تقرأ سورة الرحمن تماضر. تماضر كم جزء حافظة من القرآن؟ لين وين حافظة؟ لين سورة الزخرف. ما شاء الله عليك، يعني حافظة تقريبا 5 أجزاء وعمرها 9 سنين. ما شاء الله. يعني بعد سنة تختمين القرآن يا تماضر؟ إن شاء الله. إن شاء الله، بس لازم تجتهدين ولازم تحفظين أكثر حتى تلاوتك جميلة وصوتك جميل وقراءتك مرتبة. الله يحفظك إن شاء الله يا تماضر، وتتصلين علينا مرة ثانية تكونين حافظة 10 أجزاء أقل شيء، صح ولا لا؟ صحيح. يعطيك العافية يا تماضر. يلا تماضر جاهزة للسؤال؟ جاهزة للسؤال. يلا تماضر، سؤالك يقول: ما الاسم الذي يطلق على السلحفاة باللهجة المحلية؟ هل هي الحمسة ولا دعلي ولا الضب؟ شو يقولون حق السلحفاة؟ يا تماضر، الحمسة، ادعلي، الضب. الحمسة. الحمسة تماضر. بعد هذه القراءة الجميلة وما شاء الله عليك حافظة لين سورة الزخرف، ما نقدر نقول لك الا ان اجابتك صحيحه. اجابتك صحيحه يا تماضر، ما شاء الله عليك، الله يحفظك ان شاء الله. انا مستانس صراحه، يعني تماضر عمرها 9 سنين وحافظه لين سوره الزخرف، ترى 5 أجزاء على هذا العمر يعتبر شيء جميل جدا وتلاوتك جميله، بس اهم شيء انك تواصلين وتحفظين اكثر على اساس ان تختمين القران ان شاء الله. ومثل ما قلنا اللي يختم القران يلبس امه وابوه تاج الوقار يوم القيامه، والقران ياتي شفيع لاصحابه يوم القيامه، فلازم كلنا نحفظ القران يا حصه، صح؟ صحيح. ونجتهد على اساس ان نكمل. عندك الاتصال يا حصه؟ يلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا، مين معي؟ حليمة. أهلا يا حليمة. حليمة كم عمرك؟ 10 سنوات. مثلي. وماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ دكتورة أطفال. يا سلام. نفسك، نفس عمرك وتبي تصير نفسك دكتورة أطفال. يعطيك العافية يا حليمة. زين حليمة، بما أن أنت تبي تصير دكتورة أطفال، إيش رأيك في صوت حصة؟ حصة اليوم كانت زعلانة لأن أصدقائها قالوا لها أن صوتك مزعج يا حصة. إيش رأيك يا حليمة؟ لا، صوتها حلو. شكرا يا حليمة. يعطيك العافية حليمة. زين حليمة، إذا شفنا مثلا شخص صوته أزعجنا، نروح ونزعجه ونقول له قدام الناس ونخلي ربعنا بعد ما يكلمونه ولا لا؟ لا، ننصحه. ننصحه صح؟ ونروح نقول له حاول تقصر على صوتك شوي، بس بينك وبينه ما نتنمر عليه، صح ولا لا؟ صح. صح يا حليمة، يعطيك العافية. حليمة عندك شيء تسمعينا إياه؟
القرآن. يلا حليمة تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا حليمة. حصة نعطيها السؤال؟ أكيد يا عبد الله. يلا يا حليمة جاهزة للسؤال؟ جاهزة. يلا حليمة سؤالك السهل يقول: ما هي المسافة بين مدينة الوكرة والدوحة بالكيلومترات؟ 35 كيلومتر ولا 20 كيلومتر ولا 17 كيلومتر؟ يا حليمة 35 كيلومتر، 20 كيلومتر، 17 كيلومتر. 17 كيلومتر. متأكدة يا حليمة؟ متأكدة. يعني رحتي الوكرة قبل؟ وين ساكنة أنت حليمة؟ في الخور. في الخور، بعد مسافة بعيدة من الخور لين الدوحة، وأكيد بعد من الوكرة للدوحة، فأكيد يعني حسيتي بالمسافة. إجابتك يا حليمة إجابة صحيحة. صحيحة يا حليمة. مبروك. يا السلام عليك يا حليمة، يعطيك العافية. وأكيد دائما نذكر أصدقائنا أن ترسلون لنا فيديوهاتكم بالأشياء الجميلة اللي تسوونها في البيت على الرقم 55958585، وإحنا أكيد راح نعرض صوركم وفيديوهاتكم وانضمامكم ويانا لنادي ساعة مرح. يلا حصة. اتصال. عندك يا حصة. عندي أنا. يلا. ألو. السلام عليكم. ألو. اسمعنا من التليفون، من التليفون مو من التلفزيون. ألو. وعليكم السلام. منو معاي؟ وعليكم السلام. ألو. ألو. اسمعنا من التليفون. ألو. ألو. إيه معاك أنا، بس اسمعني من التليفون، أوكي؟ دامك لاقي. الثانية هلا بعيد. منو معاي؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ قولي شو اسمك؟ شكله قاعد يسمعنا من التلفزيون، فلازم نقول له سمعنا من التليفون. شنو اسمه؟ قولوا لي شنو اسمه عشان يعرف. قطع الاتصال للأسف، بس لازم دائما احنا نقول لكم اسمعونا من التلفزيون او من التليفون عفوا، على اساس ان تسمعونا اسرع، لان احيانا ان التلفزيون يكون أبطأ من التليفون، فيوم تسمعونا من التليفون أو من الجوال يكون أسرع، ونقدر نجاوبكم ونقدر نسألكم وتقدرون تسولفون وتشاركون معاي أنا وحصة. يلا حصة عندك. اتصال. يلا عندك هالمرة بعد. السلام عليكم. ألو. ألو. أهلا، مين معي؟ بعد يعني اسمعنا من التلفزيون، اسمعنا من التلفون، قولوا لي شو اسمه عشان انا عشان النادي باسمه ويعرف. شو اسمه؟ او شو اسمك؟ الو؟ رغد معاي؟ رغد؟ بعد قطع الاتصال لانه شكله قاعد يسمعنا من التلفزيون. حصة كم مرة ننبه اصدقائنا انه لازم يسمعونا من التلفون، صح ولا لا؟ بس أصدقائنا قاعد يسمعونا من التلفزيون. خلاص احنا بنطلع فاصل قصير ونرجع نواصل، وأكيد ننتظر اتصالات كل أصدقائنا ويانا. خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع بعدها نواصل وياكم. حياكم الله ويانا أصدقائنا مرة ثانية في برنامجكم ساعة مرح، ومثل ما عودناكم أنا وحصة ساعتنا مليئة بالمتعة يا حصة والفائدة وشنو بعد؟ والأسئلة. والأسئلة ومليئة أكيد بالمرح، وأكيد اتصالاتكم راح تبعث فينا وتبعث فيكم كل الفرح. وموضوعنا اليوم في الحلقة، قبل ما نقول موضوعنا ناخذ الاتصال نقول ألو. سلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن كم عمرك؟ 8. العمر كله ان شاء الله يا عبد الرحمن. شنو حاب تصير يوم تكبر؟
ضابط. ضابط، ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. زين، احنا كنا نسولف اليوم ونسأل سؤال اليوم، ايش رايك في صوت حصة؟ حلو حلو. شكرا يا عبد الرحمن. عفوا يعطيك العافية يا عبد الرحمن. زين يا عبد الرحمن، اذا شفنا مثلا واحد صوته مزعج نروح ونقول له قدام الناس ان انت صوتك مزعج، ونتفق مع اصدقائنا تقول خلاص لا تكلمون هذا الشخص لان صوته مزعج، يصير ولا ما يصير؟ ما يصير. شنو لازم تسوي اذا شفت واحد صوته مزعج ويصارخ وايد؟ نقول له قصر صوتك، ما يصير تعلي صوتك. حلو، ما يصير يعني تنصحه صح؟ اي. بس بينك وبينه صح، مو بقدام الناس؟ اي على جنب. وما اي على جنب وما تتفق مع ربعك تقول خلاص هذا ما نبي نكلمه لان صوته مزعج، لا، تروح تاخذه على جنب وتنصحه على اساس انه هو يوم تنصحه راح يسمع كلامك وراح يقصر صوته، صح يا عبد الرحمن؟ صح. زين، شنو حاب تسمعنا اليوم انا وحصه؟ ناطرين، يلا نبي نسمع قران. يلا تفضل عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيه الفساد، صب عليهم ربك صوت عذاب، إن ربك بالمرصاد. جزاك الله خير يا عبد الرحمن، صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك حافظ سورة الفجر، لين وين حافظ يا عبد الرحمن في القرآن؟ المرسلات. ما شاء الله المرسلات، يعني حافظ تقريبا جزئين عبد الرحمن، ويعطيه العافية وما تقصر، وإن شاء الله تكمل وتختم القرآن يا عبد الرحمن، قول إن شاء الله. إن شاء الله. يلا عبد الرحمن جاهز للسؤال؟ أي. يلا سؤالك يا عبد الرحمن يقول، في أي منطقة يقع مسرح قطر الوطني؟ في كتارة ولا في اللؤلؤة ولا في الكورنيش؟ الكورنيش. الكورنيش، حتى ما أعطانا فرصة يا حصة. عبد الرحمن، حسنت عبد الرحمن، ما أعطانا فرصة، إيش رأيك يا حصة؟ أكيد أكيد يا عبد الله، إجابة عبد الرحمن إيه؟ صحيحة. يا سلام يا عبد الرحمن، إجابتك صحيحة، يعطيك العافية وما قصرت، وحافظ لين المرسلات، إن شاء الله يكمل ويحفظ أكثر ويختم القرآن. شوف شلون أصدقائنا كلهم يتصلون علينا، أصواتهم جميلة وأصواتهم حلوة، وحتى اللي يقرون قرآن تلاوتهم جميلة والتجويد عندهم جيد جدا يا حصة. لازم إحنا يوم نقرأ القرآن نعرف التجويد شلون على أساس إن نقدر نقرأ بطريقة صحيحة. يعطيكم العافية كلكم على مشاركاتكم ويانا. يلا يا حصة عندك الاتصال. أنا أيضاً. يلا. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلاً، مين معي؟ شهد. أهلاً يا شهد. شهد كم عمرك؟ ثمان. 8 سنوات. وماذا تريدين أن تصبحي يا شهد؟ دكتورة. دكتورة ماذا؟ أسنان. دكتورة أسنان. يا سلام، يعطيك العافية يا شهد. زين شهد، إيش رأيك في صوت حصة؟ حلو. حلو؟ مو مزعج يعني صوتها؟ زين شهد، لا. إذا شفنا حد صوته مزعج من أصدقائنا نروح ونفضحه قدام الناس ونحرجه، ولا نقول له شوي شوي وناخذه بين يعني ناخذه على جنب ونقول له؟ ناخذه على جنب ونقول له. يعني ما يصير نعلق على شكل حد أو نعلق على صوت حد، صح؟ نعم. شنو هذا، شنو يعتبر يوم نعلق على حد وناخذ ربعنا ونتفق ونضحك على شخص؟ مو بزين. مو بزين صح، هذا تنمر، لازم ما نتنمر على حد، ولازم نكون أصدقاء للكل، وأصدقائنا لازم يكونون معانا زينين، صح ولا لا يا شهد؟ صح.
صح. زين يا شهد، عندك شيء تبي تسمعينا اياه؟ ها؟ ايه. شنو؟ ايه. قرآن. يلا يا شهد تفضلي. الحمد لله رب العالمين. ها شهد، ما يصير نضحك وحين نقرأ القرآن، لازم نقرأ شوي شوي ولازم نقرأ بخشوع يا شهد، صح ولا لا؟ صح. يلا يا شهد اقري مرة ثانية بس ركزي في القرآن، يلا تفضلي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. زين يا شهد يعطيك العافية، جزاك الله خير، بس لازم نذكر أن يوم نقرأ القرآن لازم نقرأ بخشوع ونقرأ بتجويد وما نضحك، لأن هذا كلام الله يا شهد، صح ولا لا؟ صح. زين يا شهد جاهزة للسؤال؟ جاهزة. يلا سؤالك يا شهد يقول: على أي فئة من النقود يوجد مجسم الدانة والمحارة؟ على 100 ريال ولا 50 ريال ولا 500 ريال؟ ايوه يا شهد اخبريني، 100 ريال، 50 ريال، 500 ريال. عيد السؤال. على اي فئه من النقود يوجد مجسم الدانه والمحاره؟ 50 ولا 100 ولا 500؟ 50. 50. قالت قبل ما يخلص الوقت، ها يا حصة؟ صحيح. فعشان تي خذينا الإجابة وإجابتك يا شهد إجابة صحيحة. شكرا يا شهد إجابتك صحيحة، يعطيك العافية. ومعانا الحين راح نستقبل يا حصة، شنو؟ أخبرني. راح نستقبل معاكم آخر اتصال في حلقة اليوم، واتصالنا راح يكون مع منو يا حصة تعرفين؟ مع من؟ الحين راح نعرف مع من. نقول ألو، سلام عليكم. ألو سلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ أبرار. أبرار، حلو اسمك يا أبرار، كم عمرك؟ 6 سنوات. العمر كله إن شاء الله يا أبرار. شنو حابة تصيرين يوم تكبرين؟ معلمة. معلمة شنو؟ رياضيات. يا سلام. زين عندي سؤال قبل ما أسألك عن هاي، بتبي تصيرين معلمة رياضيات، 5+5 كم؟ 10. حلو، شفتي شلون؟ أحسنتي. جاهزة. أحسنتي يا أبرار. يا سلام عليك يا أبرار. زين أبرار، إيش رايك في صوت حصة؟ حلو. حلو؟ زين إذا شفنا حد صوته مزعج شنو نسوي؟ نروح نعلق على صوته ونعلق على شكله قدام الناس ولا لا؟ لا. ليش؟ ننصحه. صح، ننصحه بيننا وبينه، لأن هذا يعتبر تنمر وإحنا شي قاعدين نجرحه، صح؟ صح. يعني صوت حصة حلو صح؟ صح. يا سلام، شفتي يا حصة؟ زين يا أبرار، عندك شيء تبي تسمعينا إياه؟ أيوة. يلا شنو؟ قلوا والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا أبرار، إن شاء الله تكبرين وتحفظين القرآن، قولي إن شاء الله. إن شاء الله. يلا يا أبرار جاهزة للسؤال؟ جاهزة. سؤالك يا أبرار يقول: ما هو أضعف البيوت على وجه الأرض؟ بيت العنكبوت ولا بيت الضب ولا بيت النمل؟ بيت العنكبوت. بيت العنكبوت. ليش؟ يا سلام يا أبرار، إجابتك صحيحة يا أبرار، يعطيك العافية. وطبعا في آية في القرآن تقول: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت
لو كانوا يعلمون من سورة العنكبوت فأوهن البيوت أو أضعف البيوت هو بيت العنكبوت. أحنا وياكم خلونا نشوف الصور. شلون نشوف الصور؟ صور أصدقائنا. يلا نشوف صور أصدقائنا اللي انضموا ويانا لنادي ساعة مرح. أول واحد أو أول واحدة معانا حور محمد اليافعي. يا سلام، شو موهبتها؟ شنو؟ تأليف القصص والأناشيد. تأليف القصص والإنشاد. وبعد معانا نادر معتز. شنو يحب؟ القدم. يا سلام، كرة القدم نادر. ومعانا تالا معتز. السباحة والرسم. تحب السباحة والرسم. ومعانا أسماء اليافعي. شنو تحب؟ قراءة الكتب والكتابة. قراءة الكتب والكتابة، ما شاء الله عليك يا أسماء. ومعانا محمد هشام يحب كرة القدم والسباحة. وبعد منو؟ قصي ياسر. شنو يحب؟ ركوب الدراجة. يا سلام. وآخر صديق معانا في حلقة اليوم مريم محمد لسهلي. شنو تحب؟ السفر والسباحة. تحب السفر والسباحة. وصلنا وياكم أصدقائنا لختام حلقة اليوم. انتظرونا مثل ما قلنا لكم كل سبت واثنين من الساعة 5 لين الساعة 6 في برنامجكم ساعة مرح. نشوفكم على شنو يا حصة؟ الأسبوع القادم. مع السلامة.